تفكر مرة أخرى بتلك النقطة. هي هنا، هي موطننا، هي نحن. عليها كل من تحب، كل من تعرف، كل من قد سمعت عنهم، كل إنسان كأينما كان عاشوا حياتهم عليها. هي جملة فرحنا ومشاقنا، آلاف الأديان والأفكار والمبادئ الاقتصادية. عليها كل صياد ورحالة، كل بطل وجبان، كل بان ومدمر للحضارة، كل ملك وكل فلاح معدم، كل زوجين شابين متحابين، كل أم وأب، طفل حالم، مخترع ومكتشف، كل معلم للأخلاق، وكل سياسي فاسد، كل مشهور وقائد أعلى، كل تقي وكل آثم في تاريخ صنفنا البشري، عاشوا على ذرة من الغبار، عالقة على شعاع من الشمس. الأرض هي مرحلة صغيرة جدا في ساحة كونية عظمى. تفكر بالقسوة اللامتناهية التي يغزو بها سكان إحدى أطراف هذه النقطة سكانا آخرين، بالكاد تميزهم في طرف آخر منها. ما مدى تكرار سوء تفاهمهم؟ ما مدى حرصهم على قتل أحدهم الآخر؟ كيف احتدام كراهيتهم؟ تفكر بأنهار الدماء التي أسيلت من خلال أولئك القادة والأباطرة كي يصبحوا بكل مجد وانتصار أسيادا لحظيين لجزء من النقطة. إن مواقفنا وتوهمنا بأهمية ذواتنا واعتقادنا بأننا مركز الكون تتحداها هذه النقطة من الضوء الشاحب. كوكبنا له بقعة وحيدة مغلفة في ظلام كوني عظيم. في هذه الضبابية التي نعيش فيها ضمن كل هذا الاتساع، ليس هنالك أي دليل على أن المساعدة ستأتينا من كوكب آخر يمكنه أن ينقذنا من أنفسنا. الأرض حتى الآن هي الملاذ الوحيد للحياة. لن يمكن لجنسنا البشري أن يهاجر إلى مكان آخر في المستقبل القريب على الأقل. هل لنا أن نزور مكانا آخر؟ نعم. أن نستقر فيه؟ ليس بعد. الآن الأرض هي المكان الوحيد الذي نصنع فيه مصيرنا. لقد قيل بأن علم الفلك لهو تجربة مثيرة للتواضع. لعله لا يوجد أي عرض واضح لحماقة الغرور البشري أكثر من هذه الصورة البعيدة لعالمنا الصغير. بالنسبة لي إنها تسطر مسؤوليتنا كي نتعامل بلطف وعطف مع بعضنا البعض، وأن نحافظ ونعتز بهذه النقطة الزرقاء، الموطن الوحيد الذي عهدناه منذ الأزل.